يا أهلين فيكم، أنا ساشا تيوب، رجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد. يا رب تستفيدوا وتستمتعوا. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وخلونا نوصل الفيديو الألف لايك وإنتوا قدها. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ القصة. تقول صاحبة القصة: اسمي رهف، أنا إنسانة مرحة، أحب الحياة ومتفائلة وما عندي أي مشكلة والحمد لله. في يوم رحت للسوق عشان أشتري فستان لزواج ولد عمي عمر، شفت فساتين تجنن، اخترت فستان أحمر موديله يجنن وكنت متحمسة مرة. وبيوم الزواج لبسته وحطيت ميك اب وكنت طالعة أجنن. أهلي راحوا وتركوني لأني تأخرت وأنا أجهز نفسي. المهم دخلت بيت عمي وكان هدوء والبيت كله زينة وأضواء وورود، كان شيء خرافي. لكن في شيء غريب، ليه ما في ناس؟ معقول بيسوون الحفلة بمكان ثاني؟ استغربت من الوضع، مسكت جوالي قلت أدق على أمي أسألها وينهم. جوال أمي يرن لكن ما ترد. بعدها وأنا واقفة أسمع أصوات بالداخل، مشيت فتحت باب الصالة إلا انصدمت، شفت أهلي وبيت عمي كلهم واقفين وعيونهم على الباب، وعمر ولد عمي واقف معاهم. وأول ما دخلت بدأوا يصفقون والحريم جن وصاروا يغنولي. اثنين منهم مسكوني وأخذوني ودوني عند ولد عمي عمر، وأنا مصدومة ومو فاهمة اللي جالس يصير. التفت حواليني أشوف الكل يناظروني ومبسوطين، صرت أضرب على وجهي، يمكن أكون جالسة أحلم. لا، كل اللي جالس يصير حقيقة. إلا شوي وتجيني أمي وتحضني وتقول لي: رهف حبيبتي مبروك، اليوم زواجك من ولد عمك عمر. وقفت مصدومة، قلت لها: إيش جلسة تقولين؟ مسكتني أمي وهدأتني وتقول لي: لا تفضحينا، اجلسي وأنا أفهمك السالفة. قالت لي: أبوك وعمك اتفقوا يزوجونك أنت وعمر. قلت لها: ليش وما علمتوني من بدري؟ ليش أنا آخر من يعلم؟ قالت: ندري إنك راح ترفضي، عشان كده سوينا كده قدام الناس لأنك ما راح توافقي. صدقيني هذا الزواج لصالحك، ما راح تندمي. قلت لها: من جدك تتكلمي؟ مستحيل أتزوج بهذه الطريقة. وتركتهم ورحت أركض للحمام الله يكرمكم. غسلت وجهي، أبي أصحى من هذا الكابوس، كيف أتزوج اليوم؟ كيف يصير هالشي؟ معقول اليوم أتزوج؟ مستحيل. كنت جالسة أبكي، أول مرة أحس أنه أنا بمشكلة. شوي إلا أسمع صوت أحد يدق الباب ويقول: رهف اطلعي خلينا نتكلم. مسكت دموعي، ذا صوت مين؟ مو غريب علي. قال: رهف أنا عمر. صرخت بصوت عالي: إيش تبي؟ قال لي: خلينا نتكلم وراح أقول لك كل السالفة. ما أدري ليه لما سمعت هذا الكلام هديت وفتحت الباب وطلعت، كان واقف وحاط يده على راسه، قال لي: تعالي معايا. مشيت وراه بدون ما أسأله أي شيء ولا أعرف وين رايحين. أخذني الغرفة وقال لي: أدخلي. بالبداية كنت مترددة، لكن دخلت وهو دخل وترك الباب مفتوح وجلسنا. قال لي: رهف أنت بنت عمي وراح أقول لك كل السالفة. أنا كنت أحب بنته وخطبتها واتفقنا على كل شيء، كنا مبسوطين مرة. وقبل الزواج بيوم كلمتني وقالت إنها تزوجت وتركتني، ما أدري إيش صار، لكن تزوجت بموافقتها وكانت مبسوطة. قلت له: أنت إيش دراك إنها مبسوطة؟ قال لي: شفتها مع زوجها، رحت لبيت أهلها عشان أكلمها، شفتها طالعة مع رجال ويضحكون وباين عليهم مبسوطين. تركتهم ورجعت. وتدرين إن الناس جالسين يتجهزون لزواجي، ما أبي الناس يقولوا خطيبته تركته. ولما قلت لأهل السالفة قرر أبوي إنه أتزوجك أنتي لأنك بنت عمي ورح تستري على الموضوع. أبوي كلم عمي واتفقوا على كل شيء. أنا ما كان أبي يصير هالشي يعني بدون موافقتك، لكن هذا الحل الوحيد. عمر جالس يتكلم وأنا مصدومة وساكتة. قال لي: ها إيش قلتي؟ قلت له: طبعا ما راح أوافق على هذه اللعبة، أنا ما لي علاقة باللي صار. قال لي: طيب نتزوج على الورق بس ونمثل قدام الناس بس فترة. أنا تحمست للفكرة بصراحة، قلت له حماس موافقة. ناظر فيني باستغراب وقال: موافقة؟ قلت: إيه أنا أحب المغامرات. قال لي: طيب شكرا. وبعدها أخذني رحت عدلت ميكبي ورجعنا للصالة والكل يناظر. جلسنا وصرت أناظر بعمر وأنا مبتسمة، وبدأ العرس والكل مبسوطين وأنا جالسة أفكر: يا حظي أنا رح أمثل إني متزوجة، والله فلة وحماس وكذا. اليوم فليتها على الآخر، صرت أرقص وما أجلس إلا أمي أو أحد يقول لي: أجلسي، مو حلوة أنت العروس. وأنا مستانسة لأنه هذا الموضوع كله تمثيلية. المهم ملكنا وتم العرس ورحنا أنا وعمر لغرفتنا. عمر قال لي: شكرا. قلت له: انسى مو مهم. يا جماعة الخير، ما أوصف لكم حالتي، وربي كنت زي الخبلة وماخذ الموضوع كأنه لعبة، لكن الشيء ذا ما استمر والنهاية ما كنت أتوقعها. أنا وعمر كنا عايشين ببيت واحد بس كل واحد منا عايش حياته لوحده.
أنا كنت فلتها على الآخر، كنت بالأسبوع أروح للسوق مرتين أو ثلاث، وأروح للجيم وأخرج مع صديقاتي وفلة وناسة على الآخر. عمر ما كان يقول لي شيء، حتى ما يطلب مني إني أسوي له أي شيء، يعني أي شيء يحتاجه يقوم يسويه لوحده. ومر شهر وهذا حالنا، ولما أروح لبيت أهلي يسألوني كيف علاقتي مع زوجي، أقول لهم عمر رجال ما في منه، وأنا مبسوطة معه وأمورنا تمام، وأمي تدعي لي الله يسعدكم مع بعض. أما عمتي أم عمر بعد ما عدى شهر صارت تسألني وتغثني متى بتجيبي لنا حفيد، نبي نشوف عيالكم يملون هذا البيت، وأنا أقول لها إن شاء الله. حتى صديقاتي يسألوني كيفني مع زوجي وكذا. باختصار الكل يحسبوني أنه أنا وعمر عايشين كزوجين، لكن ما في أحد يعرف الحقيقة. المهم جاء يوم عادي مثل كل يوم، قال لي عمر رهف بطلبك طلب. قلت له تفضل. قال لي أبيك تروحين معي لبيت صديقي، هو عازمني لعنده ويقول زوجته تبي تتعرف على زوجتي، يعني هو صديقي المقرب، وتدرين ما في أحد يعرف شيء عن علاقتنا. قلت له طيب يصير خير. وثاني يوم جهزت نفسي ولبست أحلى ملابس عندي ورحت مع عمر لبيت صديقه. كان كل شيء طبيعي وعمر طول الوقت يكلمني ويشاركني بالكلام، لكن أنا انحطيت بموقف محرج لأني ما أعرف أي شيء عن عمر، عن شغله أو إيش يحب. حسيت إن المسرحية راح تنكشف بسبب هذا الشيء. بس الشيء اللي فاجأني بالموضوع إنه عمر كان يعرف كل شيء عني، حتى تفاصيل صغيرة، وكان لما يسألوني سؤال ما أعرف ويجاوب عني بأسلوب حلو. لكن كيف هو عارف كل هذه الأشياء عني؟ والله كبر بعيني وصرت أحترمه. والشيء الحلو بالموضوع هو علاقة صديق عمر مع زوجته، كان واضح الحب اللي بينهم. الحرمة كانت حامل، كان يساعدها في كل شيء، حتى لما ضيفونا العصير كان يساعدها وخايف عليها وعيونه عليها. يا الله ما أحلى علاقتهم، ما كنت أتوقع إنه في علاقات حلوة زي كذا. أحرجونا لما الحرمة قالت إن شاء الله قريبا تفرحون ويصير عندكم بيبي. أنا وعمر نناظر بعض، صراحة ما أخفي عليكم بذاك اليوم رغم الإحراج اللي شفته، لكن حسيت شعور غريب، صرت أفكر بالعيلة والأولاد وحياة الاستقرار الحلوة. المهم كانت سهرة حلوة وانبسطنا مرة. رجعنا للبيت وطول الطريق عمر ما كلمني ولا كلمة، طبعا أنا جالسة جنبه وأناظر على الطريق وأفكر. ولما وصلنا دخلنا الغرفة عمر قال لي رهف شكرا. قلت له على إيش؟ قال لي أنك رحتي معايا وما خليتيني أنحط بموقف محرج قدام صديقي. قلت له لا عادي، أنا ما سويت شيء، وأصلا حبيت المشوار، وصديقك وزوجته ما شاء الله عليهم للأمانة ينحبون. قال لي بحماس كلامك صحيح، تدرين إنه صديقي هذا أعرفه من أيام الطفولة؟ والله ونعم الصديق، والصراحة هو وزوجته لايقين لبعض لأنهم الاثنين كويسين ويفهمون على بعض. وجلسنا نتكلم، هذه أول مرة نتكلم بموضوع أنا وعمر ومنسجمين. تكلمنا عن الصداقة والعلاقات وكثير مواضيع، يعني تقريبا رجعنا من السهر الساعة 11:30 وما حسينا إنه تأخر الوقت لحوالي الساعة 1:30 تقريبا، أكثر من ساعتين وإحنا جالسين نتكلم. بعد عمر قال لي يلا رهف الوقت تأخر روح نام. قلت له طيب، ورحت وما قدرت نام وأنا أفكر باللي صار. عمر إنسان مثقف ومتفهم وأسلوبه راقي، وما كنت أظن إنه شخصيته كذا. ثاني يوم كنت نشيطة ومتفائلة رغم إني ما نمت وقت كافي. صحيت ورحت للمطبخ أسوي كوفي، كان في مشكلة في جهاز القهوة، حاولت أشغلها لكن بدون أي فائدة. جلست أفحصها عشان أعرف وين المشكلة. بهذا الوقت دخل عمر ولقاني فاتح الجهاز، صار يضحك، قال لي صباح الخير. قلت هلا صباح النور. قال لي حياتي هذه آلة كهربائية مو لعبة أتركيها، اليوم بوديها للمحل. قلت له طيب كيف أشرب قهوة؟ قال لي سويه على الغاز ولا ما تعرفي؟ قلت إلا أعرف، تبي أسوي لك معاي؟ قال إيوة، ما أقول لا. قلت طيب. جلس عمر وصار يناظر فيني وأنا أسوي القهوة، أعطيته فنجان شرب وقال هذه أحلى قهوة شربتها بحياتي. أنا استحيت وما رديت عليه، كنت جالسة أشرب القهوة وأقلب بالجوال. عمر قام وقال شكرا على القهوة، أتمنى كل يوم أشرب منها. ناظرت فيه وابتسمت وعمر راح. أنا البنت النشيطة الأول مرة أحس إني عايشة أجواء رومانسية. من بعد ذاك اليوم صرنا نجلس أنا وعمر ونتكلم ونشرب قهوة كل يوم، نسينا موضوع إنه زواجنا لعبة وبعد فترة ينتهي. عشنا أيام حلوة، صرنا نطلع مشاوير وحفلات مع بعض. وفي يوم رجع عمر للبيت متأخر وكان باين عليه التعب والضيقة، كأن صاير معه شيء. قلت له خير فيك شيء؟ قال لا لا ولا شيء، لا تهتم. قلت له كيف ما أهتم؟ أنت وضعك مو طبيعي، قل لي إيش صاير معك، ممكن أقدر أساعدك. جلس وحط يده على راسه وكأن المشكلة كبيرة. جلست جنبه، قال كنت أعتبره أخوي وواثق فيه، وبيوم دمر كل شيء، أخذ كل شيء وهرب بدون ما يقول شيء. عرفت الموضوع؟
إنه طلع صديقه بالشغل أخذ كل فلوسه، وطبعاً عمر ما زعل على فلوسه بكثر ما زعل إنه صديقه خذله. شعور الخذلان مؤلم وصعب، صرت أهديه وأقول له إنه هو أقوى ويقدر يتجاوز هالشي، وإنه ما يعرف صديقه يمكن كان محتاج وما لقى غير هذه الطريقة، أو إنه من الأساس هو سيء وكان مخدوع فيه. وأنا أتكلم وعمر ساكت. بعدها عمر حط راسه على كتفي، أنا ضميته بيدي، وبعد شوي حسيت إنه عمر نام. كان شعور حلو إنه في إنسان لجأ لي. يا الله كيف إحنا كل شخص فينا يحتاج السند وأحد يواسيه ويوقف جنبه في لحظات حزنه وضعفه. تاني يوم صحيت وإحنا نايمين على الكنبة، حسيت إنه عمر بدأ يصحى. غمضت عيوني وسويت نفسي نايمة. عمر صحي، وأول ما صحي سوى شي صدمني، ما توقعت يسوي هالشي. باسني على جبهتي وقام. أنا قلبي بدأ يدق بسرعة. يا ربي كل اللي جالس يصير بيننا معقول تمثيل؟ معقول مشاعرنا ما تحركت؟ أنا بدأت أحبه، إيوة أحبه، كل تصرفاتي معاه ومشاعري تدل إني أحبه. المهم قمت وغيرت ملابسي وحطيت ميك اب خفيف ورحت للمطبخ. كان عمر يسوي فطور، قلت له وأنا أضحك صباح الخير. قال لي صباح النور، وقلت له كيفك اليوم؟ قال لي تمام. قلت له خلاص خليني أجهز الفطور عنك. قال لا اليوم أنا حاب أسوي الفطور وانت سوي لنا قهوة بعد الفطور. قلت طيب، وجلسنا نفطر مع بعض. المهم قعدنا نسولف وكده عن مواقف وكده، وجلسنا نضحك، ضحكنا كثير. وفجأة عمر ناظر فيني وقال لي رهف أنا أحبك. أنا انصدمت، ما كنت مركزة إيش قال. قال رهف أنا أحبك. بالبداية كان كل شيء تمثيل، لكن حبيتك، حبيت طبيعتك وتصرفاتك. أنا قلبي صار يدق بسرعة، نزلت عيوني بالأرض. قرب مني ورفع راسي وقال لي رهف إيش قلتي؟ أنا من الخجل قلت وأنا كمان، وهربت لغرفتي وهو ينادي إيش أنت كمان؟ ردي علي. دخلت غرفتي وكنت أسعد إنسانة، مو مصدق اللي صار. اعترفنا بمشاعرنا البعض، ومن ذاك اليوم بدأت قصة حبنا وعشنا حياتنا كزوجين. والحمد لله عرفت معنى إنه البنت تعيش حياة مستقرة مع شريك حياة مميز. بالمناسبة إحنا من دولة عربية، يعني طبيعي إنه زواجنا يكون مختلط. وبس والله انتهت قصتنا لليوم، ويا رب تكون عجبتكم. إذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستجرام أو السناب، بحط لكم الروابط في صندوق الوصف.